بين أدوار الوساطة وتدشين القمم والجولات الحاسمة، تتسارع الجهود الدبلوماسية الخليجية لمنع اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وأزمة اليمن إحدى القضايا الموضوعة على طاولة المناقشات الإقليمية، التحركات المرافقة لها. وبالنظر لمعطيات الواقع والأحداث على الأرض، يجب أن تتوجه الرؤية الإقليمية إلى خيار أكثر فاعلية لكبح جماح الإرهاب وقطع دابره. أعمال الدورة 45. بين الأزمات الإقليمية والتحديات الدولية، حمل إعلان الكويت الختامية وضع ملف اليمن بين أسطر مضمونها السير نحو تحقيق سلام وإنهاء التعنت الحوثي. وبالنص والكلمة، كان تسديد الدعم الكامل للمجلس الرئاسي والمكونات المساندة له للتوصل إلى حل سياسي شامل في بداية الأسطر. يتبع ذلك التأكيد على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية لإنهاء الأزمة، يدين بعدها استمرار التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين. لأعمال الدورة 7. وعلى نحو ما يحدث في الساحة السياسية والعسكرية، ركز إعلان الكويت الختامي على تدخلات الأشقاء في دولة الإمارات والسعودية والكويت لتخفيف وطأة الأزمة في اليمن التي صنعتها الميليشيات الحوثية. وأشار في حديثه عن وديعة سعودية تم إيداعها تحت مسمى الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لحكومة عدن ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1,200,000,000 دولار، دعما للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة عدن. الأمن والأمان والاستقرار. الغريب في الأمر أن إشادة القمة الخليجية بهذا الدعم السعودي لا يوجد له أثر على أرض الواقع في المحافظة المحررة، بل لا يزال الموظفين دون مرتبات وصلت لثلاثة أشهر وأكثر لعدد من الدوائر الحكومية، وخدمات منهارة وتتجه نحو الأسوأ، ولا واقع ملموس لأي إصلاحات من التي تتغنى بها الحكومة في كل خطاباتها. فأين تتبخر هذه المبالغ وأين توضع؟ ضمن رؤية للإصلاح الإداري الشامل. ومع ما يحدث، ظهرت الميليشيات الحوثية متبجحة بما أسمتها بحلول بديلة ومؤقتة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، إذ أنها رأت أن حيلتها الجديدة للضغط على المجتمعين الإقليمي والدولي بجعل المؤسسات الحكومية الإرادية الخاضعة لها بصرف مرتبات المؤسسات غير الإرادية وتبقى المبالغ معلقة كديون على دول التحالف العربي حتى تسوية الأزمة، حد زعم الميليشيا. ما تراه الميليشيات الحوثية يجب أن يلتفت له الرئاسي وأن ينظر بعين ثاقبة لما وراء هكذا مخططات إجرامية هدفها تدمير الاقتصاد في المحافظة المحررة، كما أن الحمل الأكبر يقع على عاتق القيادة السياسية الجنوبية في أن تختار حسم المعركة أو البقاء في قوقعة المراوغات والحيل الحوثية وعدم اتخاذ قرارات رادعة من قبل الرئاسي والحكومة لإنهاء العبث الحوثي بالقطاع الاقتصادي والمالي. وفي خضم هذه التحركات الإقليمية القائمة، جاء استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كرسالة تنهي معها كل محاولة شيطانة العلاقة بين البلدين ومساعيهما المبذولة للوصول إلى حل ينهي الحرب في اليمن. وبالحديث عن الزيارة، فإنها تحمل مؤشرات مهمة لملف الأزمة اليمنية في وقت تواجه فيه المنطقة الكثير من التحديات.